بحضرتك. اهلا بحضرتك. السلام. كنا بس عايزين نعرف بيت الطاعه ده ايه يعني. احنا شفنا افلام كتيره جدا عن الموضوع ده هوت، وخدونا بقى سكه تانية ان هو لازم بيت، ويكون بيت ممكن يبقى في حته شعبيه قوي او حاجه مش لايقه بالزوجه او كده. فعايزين نعرف ايه فكره الانذار بالطاعه وبيت الطاعه عامه. صحيح، هو في موروث عند المواطن عن طريق الدراما المصريه عن بيت الطاعه. بيقول ان بيت الطاعه دوت فيه تنكيل للمراه ان هي تخش قهرا في طاعه زوجها، لكن في الحقيقه الامر ده مش صحيح او مش دقيق بنسبه كبيره، لان بيت الطاعه ده بيبقى ليه شروط. بس في الاول بنحب ان احنا نمهد ان في التزام متبادل على الزوج وعلى الزوجه. على الزوجه ان هي تطيع زوجها وفقا لتعليم الدين الاسلامي، وفقا لعقد الزواج. احنا عايزين نبتدي الاول نتكلم معلش في انذار الطاعه، يعني هم الاول بيتخانقوا مع بعض، فهي تاخد بعضها وتروح تقعد عند بيت اهلها مثلا كام يوم بقى، ويروح بعت لها انذار بالطاعه. ما ده الالتزام ان هي عليها ان هي تطيعه. وهو عليه التزام ان هي ان هو ينفق عليها. تمام. لو هي خلت بهذا الالتزام وراحت الى بيت اهلها، غضبت كده زي ما بيقول رجل الشارع العادي، غضبت وراحت لبيت اهلها، من حق الزوج ان هو يوجه ليها اعلان بالدخول والعوده الى طاعته مره اخرى في مسكن او منزل الطاعه.